الأهلي مرة أخرى. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء بيني. الله 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 الله، يا سلام على تسديده وعلى كرة من سعد الدوسري وعلى كرة مباغثة، كرة مباغثة، وبالتالي يعود فريق الشعلة عن طريق سعد الدوسري اللي لعب له كرة صاروخ من سعد الدوسري. شوف الإعادة، شوف البينية، الله عليك الله عليك يا سعد الدوسري اللي سدد كرة اللي تصعبت على الحارس ياسر المسيليم، وبالتالي الشعلة يعود مرة أخرى ويعدل النتيجة.